بعد نجاح الحفلتين اللي قدمتهم الفنانة اللبنانية ساندرين الراسي باسطنبول، فتح لها الأمر المجال إن تمضي مع شركة إنتاج برايت ستار اللي بيملكها السيد وليد حكيم، وكان لنا لقاء معها بمطار بيروت لحظة عودتها من تركيا للحديث عن هالتعاون الجديد. فشو خبرتنا ساندرين عن عقد الإنتاج الجديد؟ أنا عم بمضي مع برايت ستارز مع السيد وليد حكيم لإنتاج الأغاني، وأكيد هيدي الشركة في تعامل معها كمان لتصوير سينمائي بمصر. وبالنسبة للحفلات، كانوا الحفلات كتير ناجحين، كان عندي حفلتين نايت بتركيا فكانوا من أجمل الحفلات. أما بخصوص مشاريع المستقبلية، قالت ساندرين جولة الجديدة رح تبلش أول شيء عندي تسجيل بمصر، من بعدها عندي تور بأمريكا، وعندي بفيينا حفلتين، وعندي كمان بقبرص. يعني في حفلات كتيرة برات لبنان عقبل ما يكون الشغل أكيد بلبنان، لأنه أنا لبنانية وبفتخر بلبنانيتي، وبتمنى كمان أنه يكون في فرح هون. يعني أنا بدي بلدي كمان يعيد والعالم كلها تكون مرتاحة ويكون عندي شغل بلبنان. سألنا ساندرين عن سبب تعاقدها بهالسرعة مع شركة برايت ستار. نحن على علاقة عائلية بوليد من زمان، من لما كنا صغار، والموضوع هو مطروح علي من قبل، مش كوني فكانت، بس أنا من النوع اللي دغري بحكي، بنطر الشغلة لتكمل وحس انه عم يعني على اشراف الامضاء فحكينا فيه. وحتى انا تفاجأت بوجود الصحافه هلا، يعني كنت مفكره انه بمضي وبنحكي فحكينا قبل. وان كان حدا من عائلتها بارك لها على خطوتها الجديده، قالت هلا رح يباركوا لي اكيد كلهم، جورج محطوط بالجو ونادين كمان، وكلهم بيعرفوا انه انا بدرس الخطوات، ماني من النوع المتسرع، وأكيد رح يكونوا كتير مبسوطين لي. إذا كان من الممكن أن تترك الغنى كرمال التمثيل؟ أكيد لا، لأنه أنا بدم أني أغني، ما بقدر هيدا شيء، بحس بإني عم بطير على المسرح، فما بقدر ما رح وقف أني أغني، بده يكون المشروع السينمائي يخدم مسيرتي الفنية أكيد. وعن الأدوار اللي بتحب تأديها كممثلة، كان جوابها هلأ السبق، وكان إلي تجارب فنية، الممثل الشاطر أو بده يكون أكيد حساس مثل المطرب، بده يكون كمان حساس ليوصل كل شيء بدك تعمله، إذا بتعمله بحب إن كان غناء أو تمثيل بيوصل. فإذا يعني بلاقي حالي بالكل. ومين الفنان اللي بتحب تمثل معه؟ بيرجع للدور، يعني أكيد المخرج له أكبر تأثير، بس أنا من أشد المعجبين بكتير أشخاص بمصر، منهم تامر حسني، منهم أحمد السقا، إنه كتير أشخاص. أما كيف كانت أجواء حفلتها باسطنبول، فقالت رح ينزلوا صور الحفلات قريبا على الميديا. بصراحة كانت الحفلة روعة، كتير حبيتها، كان فيها حضور من كل البلدان العربية، كان في ناس سوريين، من فلسطينية، من كل الأصول أكيد، لبنانية، عراقية، كانت الحفلة كتير حلوة. أستاذ وليد، نحن بنعرف أنه في عندك عدد كبير من الفنانين مثل سارية برقاشي، مثل وائل جسار، مثل خبرنا مين انضم للشركة، ساندرين الراسي وغيرهم. لا أكيد نحن عنا سارية وعنا ساندرين، أستاذ وائل من ماضي معنا، أستاذ وائل نحن مستلمين له حفلاته وإذا الله راد رح يكون في كليب بينه وبينه. هلا مثل ما كنا عارفين، هلا كان في عنا حفلات الحمد لله كانوا كتير ناجحين، كان عنا بتركيا وكان عنا بلبنان وبمصر، أكيد عنا كتير فنانين، عنا مثل أدهم، عنا عدوية، عنا كتير فنانين تحت طبعا إنه بمصر. كيف تم التعاون أنتو ساندرين؟ ساندرين صراحة اليوم رح بيكون أكيد بعد هالحفلتين، اليوم رح بيكون توقيع معنا بالشركة إذا الله راد، وهيدي أنتو استقبلتونا في الموضوع حبيبي. لكن نحن بنعرف أن ساندرين جاي من اسطنبول هلا أحيت حفلتين بمناسبة عيد الفالنتاين بل باسطنبول، وهيدي مش أول مرة بتطلع على اسطنبول، قديه أنت حضرتك بمعرفتك جديدة فيها وتوقيع العقد اليوم مثل ما عم بتقول سعيد أنه يكون عندها حفلات خارج لبنان؟ أول شيء لكلكم تعرفوا ساندرين من بيت كله بيتعاطى الفن. ساندرين على طول كانوا حفلات أغلبيتهم كانوا بتركيا وبرات لبنان، طبعا بتشتغل بلبنان كتير. ساندرين بغنى عن تعريف، يعني أنت بتعرف زكريا، والحمد لله كانوا حفلاتها كتير ناجحين، وإن شاء الله يا رب خير لخير.